مرحبا. قبل سنتين كنت في الإمارات في دبي في مكان، فكان التصميم الداخلي عاجبني كثير. اليوم بالصدفة في تعاون بيني وبين شركة في بغداد، شركة عراقية كانت هي خلف هذاك التصميم اللي في دبي. اليوم أنا جالس وسط هذه الشركة وراح أتكلم عنها وراح تشوفونها معي. اكتشفت أن هذه الشركة شركة عملاقة لإنشائها لمباني ضخمة كبيرة، وأيضا لهم تصاميم داخلية مو بس في العراق، لا في البحرين والإمارات والسعودية، وأنا كنت شاهد على الشيء هذا. هذه مخططات المباني، طبعا هذا كله يدرس ويتم تهيئة عن طريق مهندسين عمالقة في العراق، يعني شيء ما شاء الله. هذه غرفة السيطرة، من هالمكان يتم رقبة المشاريع البعيدة من خلال الشاشات والكاميرات هذه. وأيضا في شيء عندهم جميل اللي هو العالم الافتراضي، ممكن نشوف مشروعنا أو بيتنا قبل لا يبنى بشكل هذا العالم الافتراضي. والله التصميم جميل صراحة. هاي طاولة الطعام، تلفزيون، جلسة، كل شيء جميل. بإمكان أن أشوف بيتي قبل لا أبنيه عندهم. هذا أحلى شيء بالعالم الافتراضي. يا سلام شيء. في النهاية تشوفون المبنى هذا، هذا من أعمال شركة دار العاصمة لتطوير العقار، يعطيهم العافية، فنانين صراحة. أنا منبهر بمشاريعهم تصاميمهم، ما شاء الله عليهم.